بسم الله الرحمن الرحيم. المرات اللي فاتت اتكلمنا على اهم ثلاث مفاهيم او اكتر، اتكلمنا على الكلاس والاوبجكت، واتكلمنا على الداتا هايدنج والابستراكشن والكابسوليشن. السيشن دي والاثنين الجايين هنتكلم على فيتشرز في الكلاس بتاع السي بلس بلس، ولها مثيل في الجافا وغالبا في السي شارب، بتساعدنا اكتر ان احنا نمنتين الافكار بتاعه الاو او بي. خلاص، فاحنا مش هنتعرض لكونسبتس جديده، انما بنتعرض لفيتشرز في اللغه بتساعدنا واحنا بنطبق الاو او بي. طيب، اول حاجه هو الكونستراكتور. الكونستراكتور فانكشن في الاول وفي الاخر، بس هي سبيشال فانكشن شويه. احنا كلنا شفناها قبل كده، هي ليها القوسين بتوع الفانكشن بس ما بيبقاش ليها ريتيرن ايه طيب، واسمها زي اسم الايه، اسم الكلاس. وكنا شفنا البتاع دوت اللي هو الكونستراكتور اللي ملوش بارامترز، فكنا بنقول عليه ديفولت كونستراكتور، يعني الكونستراكتور اللي هيتم استخدامه لما ما بيبقاش فيه كلمه بارامترز. هتسمع كلمه بارامترز تسمع كلمه ارجيومنتس، الاثنين بمعنى الايه، بمعنى واحد. تسمع كلمه فانكشن تسمع كلمه ميثود، الاثنين بمعنى واحد. طيب، النوع الثاني من الكونستراكتور اسمه بارامترايزد كونستراكتور. ده كونستراكتور ليه بارامترز، زي هنا مثلا الكلاس ريكتانجل ده، ده كونستراكتور فاضي الديفولت. ده كونستراكتور عنده الويدث وعنده الهايت، خد الويدث حط بالويدث، خد الهايت حط بالهايت. وخدنا بالنا هنا ايه الويدث دي عشان ما تدوبلكتش مع هنا، هتلاقينا حطينا زي اندرسكور كده بنفرقها عن الايه، عن الويدث دي. ده كده الكونستراكتور. طيب، الطريقه الريكومندد لان احنا انيشاليز الكلاسز هي بتحصل بحاجه اسمها الانيشاليزر ليست. ايه موضوع الانيشاليزر ليست دي؟ بص كالاتي، ايه اللي بيحصل. بتيجي هنا ادي كونستراكتور، ادي ويدث وادي هايت. بص هنعمل ايه، هعمل كولون وبعدين اكتب كلمه ويدث اللي هي هنا، واحط قيمه ممكن تبقى 10 20 ويدث جايلي، احط قيمه اللي بعدها واكتب ايه قيمه دي، اسمها ايه الانيشاليزر ليست. خلاص، لاحظ هنا ان الكونستراكتور قادر يميز ما بين ان الويدث دي والويدث دي رغم ان هما نفس الكلمه، لكن عارف ان الاولى بتاعه الكلاس والثانيه بتاعه البارامتر. في ينفع دايما ان احنا انيشاليز الحاجات بالطريقه دي وبالطريقه يعني دي وبالطريقه اللي فاتت، اللهم الا ان في شويه حاجات زي الكونست ممبر داتا والريفرنسز ما بينفعش تتنيشاليز غير كده اهو. يعني في حاجات ينفع تتنيشاليز كده وكده، فالانيشاليزر ليست هو ايه اللي بينفع مع كل الناس. والانيشاليزر ليست هو ريكومندد واي. وفي ميزه في الانيشاليزر ليست مش موجوده في الباقيين، ان هو بيتنادى قبل ما الكونستراكتور اصلا يتنادى، يعني قبل ما الفانكشن دي نخش جوه قلبها، قبل ما ده يحصل الكونستراكتور بيتنادى. خلاص. طيب، في هنا سؤال بيطرح نفسه. لو دلوقتي انا معايا ويث هنا، خلاص، وانا استخدمت، تعالى نرجع خطوه ورا، ارجع خطوه لورا. لو انا دلوقتي معايا الويث هنا، الويث ده هيمر بمرحلتين. المرحله الاولى ان احنا قلنا دبل ويث، وبعدين يجينا هنا نقول له ويث بيساوي كذا. طب الدبل ويث ده اتحط قيمه كام؟ الكومبايلر باي ديفولت هيروح يحط له قيمه بزيرو. خلاص، يبقى هو مره انيشاليز هنا بصفر، ومره رجعت انيشاليز هنا بكام؟ بقيمه. يبقى هو انيشاليز كام مره؟ مرتين. طيب، علشان الانيشاليزر ليست اصلا بيتنادى قبل ما الكونستراكتور نفسه يتنادى، الويث دي هتتنيشاليز مره واحده بس هنا اهو. يبقى الانيشاليزر ليست من ناحيه بينفع مع كل الانواع، ومن ناحيه بيتنادى قبل الكونستراكتور، فبيخلي الفاريبل انيشاليز مره واحده بس. خلاص، عشان كده الانيشاليزر ريكومندد واي، والاسباب ثانيه مختلفه. خلاص. طيب، انا هنا عندي كونستراكتور ثاني بياخد الويث بس، فانا حطيت له الويث بيساوي الويث، وحطيت له الهايت بيساوي ايه، زيرو. زي ما قلنا قبل كده، لما يكون معاك فانكشن ليها نفس الاسم بس بارامترز مختلفه، ده اسمه ايه، ده اسمه اوفرلودنج. فدي ايه اسمها، فانكشن اوفرلودنج. طيب، انا هنا عملت حركه ظريفه. لما جيت اعمل الريكتانجل اللي هو الفاضي، كنت ممكن ادخل جوه اكتب ويث بيساوي زيرو وهايت بيساوي زيرو، بس افرض كان في اي مور كومبليكيتد لوجيك بيحصل هنا. بص، احنا هنا عملنا ايه، نادينا بعد الكونستراكتور ده كونستراكتور تاني. بص اللي حصل هنا، انا ايه قلت لي انيشاليز ليا 0 0، رحت انا قلت لك لا، نادي لي الكونستراكتور اللي بياخد تو بارامترز وادي له 0 0 كده اهو. يبقى الراجل ده هيجي هنا اهو، يروح داخل على دوت، يروح منادي ده. يبقى احنا هنا شفنا كذا حاجه في الانيشاليزر ليست، شفنا ازاي ان هو بيظبط الحاجه قبل الحوار، وشفنا ازاي ان دوت ممكن ينادى على دوت. الحركه دي اسمها ديليجيتنج يا شباب. خليني اخرج بره الموضوع شويه واقول لكم كلمه ديليجيشن دي معناها ايه، عشان هتشوفها شويه في السوق بتاع العمل. كان التيك ليد بتاعي كان يقول لي يا مصطفى باور اوف ديليجيشن. يعني ايه باور اوف ديليجيشن؟ دايما التيك ليد الشاطر لما هتجيله تاسكات تخصه،
هيبدأ يفكر ايه التاسك اللي هو محتاج يعملها، وايه التاسك اللي يديليجيت ات يديها لحد غيره. طب هو بيقرر بناء على ايه؟ لو التاسك دي بالنسبه للي تحت ايده هتبقى صعبه بيعملها هو بنفسه، ولو سهله بيديليجيت التاسك دي لمين تحت ايده. المديرين دايما الشطاره بتاعته في ان هو يديليجيت كل الشغل اللي يجيله، خلاص، ودوره ان هو يدير وينظم الايه الشغل، خلاص. فكلمه ديليجيشن دي هتسمعها في السوق وعايزك تكون فاهمها، بل الموضوع اعقد من كده. انت ممكن تكون شغال يجي زميل ليك هو مش ليه تيك ليد بتاعك، بيقول لك ايه محمد خد التاسك دي، ففي بعض الشباب اللي بيبقى على نياتهم ياخد التاسك ويعملها، اللي حصل ان زميله عمل ديليجيت للتاسك بتاعته لحد غيره عشان يخلص منها، خلاص. فانت لما حد يجي يديليجيت عليك تاسك لازم تبقى واخد بالك علشان ايه محدش يلبسك في تاسكات مش بتاعتك. تاخد دايما تاسكات من ايه، من مديرك، ما تسيبش مدير تاني يخش يكلمك ولا زميل تاني يديليجيت عليك، خلاص. ده جزء من الصياعه في السوق ان الناس تديليجيت الشغل بتاعها لغيرها فتريح دماغها منه. المدير الشاطر والتكليد الشاطر يديليجيت للشخص المناسب بالاسلوب المناسب، خلاص. نرجع لموضوعنا. الكونستراكتور ده بيديليجيت الريسبونسبيلتي بتاعته للكونستراكتور ده، يعني بدل ما انا اعمل التاسك اللي عليا هديها لغيري يعملها لي. دي ميزتها ايه؟ لو في مور كومبلكس لوجيك هنا يبقى احنا ضمننا ان اللوجيك اتعمل مره واحده في مكان ده وان احنا ما نسيناش نعمله كده. طيب الديفولت كونستراكتور زي ما قلنا هو الكونستراكتور الفاضي. طب افرض لا انا عملت كونستراكتور ببارامترز بس كلهم واخدين ديفولت فاليوز هي زي ما احنا عارفين ان الاثنين دول ايه زي بعض، خلاص. فهنا انا عملنا ويت 0 هيت 0 ويت 0 هيت 0، كنا ممكن نديليجيت من ده على ده، بس ايه، لا استنى، الكود ده اصلا مش هيكومبايل. ليه مش هيكومبايل؟ لان الاثنين فانكشنز دول يعتبروا ايكويفالنت، لان الكومبايلر شايف حاجه هنا تنفع فاضيه وتنفع هنا فاضيه، فده طبعا مش هيكومبايل، لازم واحد بس منهم. طيب افرض ان انا ما اديتش الديفولت كونستراكتور، يعني مثلا لو جيت تبص على الكلاس دوت انا ما اديتش اي كونستراكتور، الكومبايلر بيجنريت كونستراكتور ديفولت ويعتمد على الديفولت انيشاليزيشنز اللي هيحصل هنا، سواء انت اديت قيم او ما اديتهوش. تجنب الديفولت انيشاليزيشن عشان دايما تبقى عامل كنترول هي الفاريبلز بتاخد قيم عامله ازاي. خلي بالك بقى من السيناريو ده عشان بيطلع كومبايليشن ايرور مع الطلبه وما بيبقوش فاهمين فيه ايه غلط. دلوقتي احنا عملنا كلاس ريكتانجل وادينا له كونستراكتور عادي بتو بارامترز، وجيت هنا اعمل بعمل اوبجكت هينادي الديفولت كونستراكتور، يروح جاي الكومبايلر يزعل. ليه؟ في قاعده موجوده في العالم بتاعنا انك انت لو عملت بارامترايز كونستراكتور مش هينفع تنادي ديفولت كونستراكتور، لازم تدهوني بنفسك، لازم يعني الكود ده عشان يكومبايل يا اما ما تناديش بالديفولت كونستراكتور يا اما انت تروح تبروفايد الديفولت كونستراكتور هنا، خلاص. كقاعده كده عود نفسك تبروفايد الديفولت كونستراكتور، خلاص. خلي بالك عشان الطلبه لما الكود ده مش بيكومبايل بيبقوا محتاسين وفي ايه يا عم وزعلان ليه وكده. طيب انا عايز اقول لكم ان سي بلس بلس فيها a lot of other constructors زي delete function و delete constructor ومش عارف ايه رغي كتير والموف constructor وحاجات زي دي، لكن هو ايه مش مهم دلوقتي، ممكن بعد ما تخلص الكورس تبقى ترجع تبص عليهم وتتعلمهم، لكن هو يعني انت مش محتاجه عشان تبيلد most of the OOP بتاعك. يعني نروح على الزاوية الاخرى للdestructor. الdestructor عكس الconstructor، الconstructor بيتنادى لما الobject يتكريت، الديستراكتور بيتنادى برضه اوتوماتيكلي بعد ما الاوبجكت يخرج اوت في سكوب. طيب يعني ايه كلمه سكوب؟ احنا خدناها في بروجرامنج 1. لما يبقى معاك مثلا فانكشن، اول ما الفانكشن دي ترجع اي حاجه جوه التو بريسز بتاعه الفانكشن دي ايه، خلاص خرجنا اوت في السكوب، ما تعرفش تناديها، الفاريبلز اللي جواها مش منشافه وهكذا. لو انت عامل مثلا اف الس، خلاص، لو انت عامل اف الس اي اوبجكت متعرف جواها اول ما تخرج براها السكوب ايه غرق، زي ما احنا عارفين في سي بلس بلس لو في فانكشن او في بريسز جواها فاريبل متعرف براها احنا مش شايفينه اصلا، ده اسمه السكوب. اول ما تخرج بره السكوب لو في اوبجكت ايه اللي هيحصل له؟ حصل له ديستراكشن. الديستراكتور لا بياخد بارامترز ولا ليه ريتيرن ولا انت بتناديه بنفسك، ماشي. بيتعمل ازاي؟ شايفين الكونستراكتور كان بيتعمل كده اهو، بيتحط قبله الايه العلامه نسيت اسمها بالانجلش كده اسمها ايه، لو انت هتعرفه بره الكلاس سيبريت الامبلمنتيشن الوات فروم هاو زي ما قلنا بتكتبها كده ريكتانجل كولون كولون بعدين تكتب كولون ريكتانجل. يبقى الديستراكتور هو انذر فانكشن بس ايه دورها ان هو يدمر يعني بيختم في الكلاس. ليه بنحتاجه؟ اهم سبب ليه لو الكلاس بتاعك جواه بوينترز اللي عمل البوينترز يشيلهم، فالكونستراكتور عمل بوينترز او اي ميثود، انت دورك انك انت تخش وتعمل كلين اب وتدي الوكيت الميموري دي. طيب ايه اللي هيحصل لو انت ما اديتنيش كونستراكتور؟
هيكاري الديفولت ديستراكتور، مش هيعمل حاجه. خلي بالك بقى ايه اللي هيحصل لو انت ما عملتش دي الوكيشن للميموري اللي انت خلقتها، او عملت دي الوكيشن غلط. بيحصل حاجه في السوق بنسميها ميموري ليك. عارفين كده لما العربيه تسرب بنزين يقول لك البنزين بيحصل له ليك، ده يقول لك ميموري ليك. يعني ايه ميموري ليك؟ يعني افرض البرنامج ده عمل كرييشن ل 100 ميجا ميموري، لما البرنامج ده يقفل ال 100 ميموري 100 ميجا دول هيفضلوا الوكيتد في الرام بتاعت الجهاز بتاعك، مش هيروحوا في حته خلاص. لو الجهاز ده سيرفر اليوزرز عمالين يعملوا كرييتنج اوبجكتس فيه، فاللي هيحصل ان ايه، كل ما اوبجكت يخرج يسيب ال 100 ميجا بتوعه، 100 ميجا 100 ميجا، لحد ما تلاقي الجهاز كله ايه، الميموري بتاعته كلها اتاخدت خلاص. فدي مصيبه الميموري ليك، ودي من يعني من لعنات السي وسي بلس بلس مقارنه باللغات التانيه لو ما خدتش بالك منها. تعالى نكتب بقى ديستراكتور فعلا يحصل فيه موضوع الميموري دي. هنعمل كلاس هنسميه ماي فيكتور، حاجه كده شبه الفيكتور بتاع السي بلس بلس، وهنعرف جواه اري وبيقول ان الديفولت لينس بتاعه 100. عملنا كونستراكتور واخد لينس وبدا ياخد ديفولت فاليو بزيرو. انا بدات اعرف اللينس اندر سكور لينس، طبعا الاحسن ان هو يتحط في الانيشاليزر ليست، وبدانا نعمل اري بالنيو، يبقى ده ايه، ده بوينتر اري، وبدات اعدي على الاري ايه، احط الديفولت فاليو خلاص. وفي فانكشن هنا اسمها جيت بديها بوزيشن ترجع البوزيشن خلاص. خلي بالك بقى ايه، ادي الديستراكتور، بدانا نعمل ديستراكتور ونعمل ايه، ديليت اري خلاص. هنا في باد براكتس انا عامله، لما تيجي تديليت الاري يفضل انك انت بعد ما تعمله تكتب تحته اري ايكوال نال بوينتر، ماشي؟ انا نسيت اكتبه بس هنا. ده كده ايه، ده ديستراكتور محترم ابن ناس، عرفنا فاريبل، اللي عرف حاجه يروح يمسحها. طيب بما اننا بدانا نتكلم على البوينترز ونستحضرها، ففي حاجه في الكلاسز اسمها this pointer. ايه this pointer دوت؟ احنا عارفين لو انت من بره الكلاس وجيت تعمل ماي فيكتور ايكوال نيو ماي فيكتور، فانت هتعمل بوينتر على الفيكتور. جوه كلاس في بوينتر باصص على الكلاس ده في الميموري اسمه this، خلاص كده. يبقى دوت بيبص على ايه، على الاوبجكت بتاعك. تقدر تستخدمه او تقدر تستخدمه. بص بقى هنستخدمه هنا ازاي، هو بوينتر، فانا هقدر اقول له ايه، this arrow length equal length، this arrow array equal مش عارف ايه خلاص. واقدر هنا اقول له delete this array، اقدر مش عارف ايه. وبعد شويه هتشوف استخدامات ليه، هتعرف ايه فايده ان احنا كان عندنا وسيله نبص على العنوان بتاعنا في الميموري. الشاهد this ده شبه الاوبجكت اللي متكريت من بره، بس هو ايه يعني باصص internally على الاوبجكت، هو حاجه فيري لوكال ما تقدرش تصدرها يعني بره، ما يعرفش يتكلم this دوت. انت بره ممكن ياخد الادرس بتاع البتاع نفسه، بس يعني ايه هو لازم هنا ايه يستخدمه. يبقى this هو بوينتر متعرف بصوره implicit للممبر فانكشنز كلها تقدر تشوفه. بالمنظر ده نكون اتكلمنا على قضيه الكونستراكتور والديستراكتور. ريفرش زي ما قلنا دايما الانيشاليزر ليست يكون ايه يعني عاده ليك. علمكم الله ما ينفعكم ونفعكم بما تعلمتم وزادكم علما وافتكرونا بدعواكم. السلام عليكم.